قمنا بالاستثمار في انشاء بئرين ارتوازيين 250 متر ذات عقم 250 متر. قمنا باجراءات لا رياليزاسيون تاعهم. المؤسسه التي كلفت بها بعد 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 العمليه لا بيدا بان دوفر جات المؤسسه ولي بور دي ريزون تكنيك على دو رونونسي او بروجي اي نو افون رفي ان اوتر notre avis d'appel d'offres que nous comptons redémarrer inchallah le forage et démarrer une semaine la semaine هذه ان شاء الله بهذه الحاله سوف نكون يعني نحقق اكتفاء ذاتي من نوع مياه ذات نوعيه جيده. رانا هنا في الموقع الذي سوف يتم فيه حفر بئرين ارتوازيين على عمق 255 الى 260 متر، وهذا لتحقيق الاكتفاء الذاتي والمحافظه على وتيره الانتاج وتحسين نوعيه الحليب. في مخبر محل التحاليل الميكروبيولوجيه لملبنة الإيدوغ نقوم بجميع التحاليل الميكروبيولوجيه على عده مواد مصنعه على مستوى مصنع الملبنه، موضوع في اطار تحسين الخدمات على مستوى ملبنة الإيدوغ. قامت إدارتنا باستحداث بئرين ارتوازيين على مستوى الملبنة، ومن خلالهما راح نكون يعني عندنا اكتفاء ذاتي، وبالتالي تحسين نوعية المنتوج بما أن المياه تكون جيدة لأنها على عمق 250 متر، يعني راح نتحصل بإذن الله على نوعية جيدة للمياه، وبالتالي تكون منتجاتنا ذات نوعيه جيده. وقرنا مكلفين باش المولو خمس ولايات بالحليب المدعم، خمس ولايات هي عنابه، سكيكده، طارف، فوق هراس وقلمة. باقي المنتجات تاعنا كالفرماج والكامونبير نوزعوه على المستوى الوطني. العدد العمال تاعنا 222 عامل. السعادة عندنا 220 عامل، الطاقة الإنتاجية تاعنا هي 400 ألف لتر يوميا من حليب ومشتقاته، نخدموا ثاني حليب الرايب، نخدموا الفلون، نخدموا الياورت، نخدموا كريم دو كامونبير، الزبدة، كريم فريش والكامونبير، كامونبير على جميع أنواعه وقياساته.